حياكم الله مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام وجولة صحفية جديدة نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من موقع الهيانات. وسط عجز حكومي، الميليشيات تمنح نازحي المقدادية تمنعهم من العودة إلى قراهم. نقرأ في العربي الجديد: تصعيد جديد لأنصار القوى الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية. نطالع في صحيفة المدى: وزارة الكهرباء، العراق يحصل على 16% فقط من الغاز المتعاقد عليه مع إيران. وعنون صحيفة زمان: اغتيالات في السليمانية، لاهور شيخ جينكي يهدد خصومه بفتح باب جهنم. وفي القدس العربي: وزير خارجية إيران يطلب رفع العقوبات قبل أيام من محادثات فيينا. في الخليج الإماراتية: واشنطن تجدد تحذيرها لمعرقلي الانتخابات الليبية، وإدانات أممية للهجوم على محكمة سبها. وفي اندبندنت عربية: رعب المتحورة الجديدة لفيروس كورونا يجتاح العالم ويعزل جنوب إفريقيا. نبدأ مشاهدينا الكرام من صحيفة العربي الجديد التي سلطت الضوء على أزمة مئات الأسر العراقية والتي تركت قراها في مدينة المقدادية بمحافظة ديالى الأسبوع الخامس على أثر هجمات انتقامية وأعمال إعدام ميدانية نفذتها الميليشيات في شهر تشرين الماضي، شملت عشرات المنازل والبساتين. وذكرت الصحيفة أن تلك الأسر تقيم في مساجد ومنازل مهجورة ومخيمات في ظل أوضاع إنسانية سيئة للغاية. الصحيفة أشارت إلى أنه رغم مرور شهر كامل على الأحداث الدامية في المقدادية، إلا أن حكومة الكاظمي لم تتمكن من إعادة العائلات إلى قراها أو حتى القبض على المتورطين بجرائم الإعدام وحرق القرى وتهجير الأهالي، في وقت يجري فيه الحديث عن كون هذه القرى انضمت إلى قائمة المناطق منزوعة السكان التي تحتلها فصائل مسلحة وتمنع أهلها من العودة إليها، على غرار مدن جرف الصخر ويثرب والعويسات والعوجة وبلدات أخرى. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري في بغداد قوله إن محاولات الحكومة إعادة الأهالي إلى قراهم وعودة الحياة مجددا إليها تصطدم برفض فصائل مسلحة للموضوع، أبرزها بدر التي تعتبر أيضا المتورط الأول في الهجوم على القرى وتنفيذ عمليات قتل وحرق وتهجير انتقامية تحت غطاء الثأر العشائري. وكشف المسؤول عن اكتمال التحقيق في الهجمات التي طاولت قرى نهر الإمام والميثاق الأولى وشوك الريم والعامرية وهي حاليا في مكتب الكاظمي. وتحدث المسؤول عن تأثيرات سياسية في هذا الملف تحديدا، والحكومة ترى أنه يجب حل هذه القضية وديا من خلال استرضاء القوى النافذة بالمحافظة لإعادة الأهالي، ما يعني استمرار معادلة أن الفصائل وبعض العشائر الداعمة لها أقوى من القانون ومن القوات النظامية. هذا ونقلت الصحيفة عن ناشطين حقوقيين في محافظة ديالى قولهم من القرى المنكوبة بفعل هجمات الميليشيات ما زالت خالية من السكان ويمنع الدخول إليها، مؤكدة وأكد السكان أن أهالي هذه القرى ما زالوا موزعين في مساجد بمدن خانقين وبعقوبة والقاطون وكردستان العراق. عن موقف بعثة الأمم المتحدة في العراق ودورها في الأزمة الأخيرة المتعلقة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 20 من شهر تشرين الأول الماضي، كتب جاسم الشمري في موقع عربي 21 مقالا رأى فيه أن البعثة الأممية ورئيستها جينين بلاسخارت وجدت نفسها في مواجهة الأحزاب والميليشيات الخاسرة في الانتخابات
وخصوصا بعد إشادتها بالانتخابات وبشفافيتها، مع أنها ذكرت قلة الإقبال عليها. مع كل هذه الفوضى السياسية والإعلامية، سعت جينين بلاسخارت لتقريب وجهات النظر المختلفة بين الخاسرين والفائزين بشأن نتائج الانتخابات للوصول إلى تفاهمات مشتركة بينهم، ولكنها هي الأخرى لم تسلم من الاتهامات العلنية من القوى الخاسرة. وفي ضوء هذه الاتهامات الخطيرة، رأينا خلال الأسبوع الماضي لقاءات حثيثة لزعماء القوى السياسية مع بلاسخارت، ومن بينهم قيس الخزعلي وهادي العامري. وقد تقللت اللقاءات باجتماع عقده الإطار التنسيقي وبحضور الممثلة الأممية، وذلك لتسليمها أدلة قاطعة على تزوير الانتخابات بحسب تصريحاتهم. وبعد هذا الاجتماع بيومين، قدمت بلاسخارت إحاطتها إلى مجلس الأمن بخصوص العراق، وأكدت أن الانتخابات كانت هادئة وحسنة الإدارة. أخطر ما في إحاطة بلاسخارت تأكيدها على أنه لا يجوز تحت أي ظرف السماح للإرهاب والعنف بإخراج العملية الديمقراطية عن مسارها. وأشاد ما ذكرته بلاسخارت أن المشهد الحالي للعراق محفوف بالمخاطر، وما سيحدث في الأيام المقبلة ستكون له أهمية أكبر في مستقبل العراق القريب. وفقا لهذه المعطيات المربكة، فإن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التناحر والتصعيد من قبل القوى الخاسرة ضد شركاء الأمس وحتى ضد المجتمع الدولي، ولهذا لا يمكن الجزم بإمكانية تشكيل الحكومة خلال الأشهر الستة المقبلة. أضاف الكاتب أن التحذيرات الأممية والأمريكية عن الأوضاع المستقبلية ربما تؤكد وصول العراق إلى نقطة الانحدار الشديد باتجاه الفوضى بأي لحظة ومن دون سابق إنذار، والتي لا يمكن التكهن بشكلها وأطرافها ومآلاتها لأنها مفتوحة على الخيارات كلها، على وفق تعبير الكاتب. على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا قصص مآس لا تحيط بوصفها الكلمات. وفي أكثر مناطق العراق استقرارا، تكشف الأحداث مشكلات معقدة لم يكن كثير من الناس يتوقعونها، باستثناء العارفين بحقيقة المنظومة السياسية التي نصبت في البلاد بعد احتلالها، فهدمت ولم تعمر، وأفسدت وكانت أبعد ما تكون عن الإصلاح. هذا ما ذكره جهاد بشير في مقاله بصحيفة البصائر. لعل وكالة بلومبرغ الأمريكية كانت صاحبة السبق في التعبير عن صدمتها، وهي ترصد أمواج التقارير والأخبار التي زخرت بها الصحف ووسائل الإعلام بشأن هجرة الأكراد العراقيين صوب أوروبا، لأن محافظاتهم كما تقول ذات استقرار أمني وسياسي واقتصادي، لكن السعي نحو تركها والبحث عن ملاذ نائم طلبا للأمن والعيش المستقر كشف مشهدا آخر لم تكن ترغب عديد المصادر التي تروج للديمقراطية في العراق في محاولة معرفته. ومما زاد إيضاحا في حقيقة المشهد أفواج المتظاهرين من طلبة الجامعات في السليمانية بشمالي العراق، الذين يخوضون صراعا في طلب الحقوق منذ أيام، ونمط تعامل قوات الأمن هناك مع واحد من مظاهر الديمقراطية المزعومة التي تحولت علميا إلى استبداد وإسكات، طالما كانت أحزاب السلطة الحالية جميعا تتبجح بهما وهي تروج لاحتلال العراق وتبرر سعيها للوصول إلى الحكم. فلما بلغت مرادها لم تعد تقوى على إخفاء حقيقتها، فأظهرت نقائض ما كانت تدعي وتعيبه على من سبقها. ما يجري في كردستان العراق يجري في عموم البلاد وفي كافة مناطقها، فالعراقيون على اختلاف مكوناتهم ضحايا نظام سياسي تديره أدوات متصلة بإرادات خارجية لا يهمها سوى تحصيل المكاسب بغض النظر عن حجم الثمن الذي يبذل في سبيل ذلك. أضاف الكاتب أن تطورات الأحداث التي أفرزتها هجرة شباب الأكراد وأسرهم هرباً من واقع حقيقي
تتردى فيه مظاهر الحياة كلها وتظاهرات طلبة الجامعات ضد الأوضاع المزرية التي يقاسونها، قد أثبتت بطلان مشروع دعاة الإقليم والمروجين للفيدرالية. فالذريعة التي كانوا يتكئون عليها تبين أنها وهي في الفساد والإخفاق السياسي والانهيار الاقتصادي. نبقى في الموضوع نفسه، فقد نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً عده مارتن شولوف عن أزمة المهاجرين العراقيين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. قال فيه إن وفاة مهاجرين كراد بعد غرق قاربهم في بحر المانش لن يبطئ عملية الخروج المستمرة من كردستان العراق، مؤكداً أن كثيرين من أبناء هذه المنطقة مستعدون للقيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر. الكاتب يتساءل عن دوافع المهاجرين من العراق قائلاً: هل دفعهم اليأس نحو الشواطئ الأوروبية المتجمدة؟ أم أن آلاف الأكراد يقومون بالرحلة الخطيرة بحثاً عن فرصة؟ وأجاب أن المسؤولين في كردستان العراق يحاولون فهم الدوافع للأزمة التي أدت لمقتل أعداد من المواطنين في القناة الإنجليزي يوم الأربعاء، فهناك آلاف يحضرون أنفسهم للقيام بالمغامرة باتجاه أوروبا. وقال شاب تخرج حديثاً من جامعة السليمانية: سأفعل ما يمكنني فعله، لو بقيت هنا فسأغرق بالدين على أي حال. وأضاف الكاتب أن الأخبار عن الغرق في البحر وعلى مسافة قصيرة من بريطانيا تلقاها المواطنون بصمت مكتوم في أربيل، فهذه المياه حاول عشرات الآلاف من الأكراد عبر العقود الماضية الوصول إليها، ويعتقد أن معظم الذين توفوا في حادث الغرق جاءوا من منطقة رانيا شمالية أربيل، حيث انتظرت العائلات بقلق الأخبار عن أبنائهم وبناتهم. وأشار الكاتب إلى أن رئيس وزراء حكومة كردستان مسرور البارزاني أكد أن البحث عن فرصة هو سبب الهجرة وليس اليأس الاقتصادي، ولكن المصممين على الخروج يقولون إن الفرص التي يتحدث عنها المسؤولون ليست موجودة أو أنها منحصرة في قطاعات صغيرة من الاقتصاد وتعاني من مشاكل. أضاف الكاتب في الغارديان أنه على مع أن حكومة كردستان العراق نظمت رحلات لإعادة المهاجرين عبر الخطوط الجوية العراقية وحاولت منع المسافرين إلى مينسك عاصمة بيلاروسيا، لكن تدفق المهاجرين سيستمر ما دامت الأمور سيئة في العراق. كان دخول ميليشيا الحوثي مقر السفارة الأمريكية في صنعاء واحتجاز اليمنيين العاملين فيها خطوة تصعيدية جديدة، رداً على الضغوط التي استخدمتها واشنطن لإقناع الحوثيين بمبادرة السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى اليمن. خير الله خير الله ذكر في موقع ميدل إيست أونلاين أن التردد والضعف الذي تبديه إدارة بايدن تجاه الملف اليمني أسهم في تمادي الحوثيين الذين أثبتوا أنهم تلاميذ نجباء للإيرانيين الذين استخفوا دائماً بأمريكا. الأهم من ذلك كله أنه يتبين انطلاقاً مما يدور على أرض اليمن أن طهران تلعب أوراقها في المنطقة بطريقة ذكية، محاولة الاستفادة من وجود إدارة أمريكية لا هدف لديها غير العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع في تموز 2015. في معظم المحطات الأساسية التي مرت فيها العلاقات بين إيران ما بعد 1979 والإدارات الأمريكية، رضخت أمريكا لإيران مع استثناءات قليلة من بينها اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري مطلع العام 2020. الأكيد أن المحطة الأهم كانت تسليم إدارة جورج بوش الابن العراق إلى إيران في العام 2003. وفرت تلك الإدارة الظروف المناسبة كي تكون هناك انطلاقة جديدة للمشروع التوسعي الإيراني الذي نشهد اليوم في اليمن فصلاً آخر من فصوله الكثيرة. باختصار شديد، تريد إيران العودة إلى المفاوضات المرتبطة بملفها النووي في فيينا حاملة أوراقاً قوية
تمكنها من فرض شروطها. من هذا المنطلق تبدو عملية اقتحام مقر السفارة الأمريكية في صنعاء بمثابة جس نبض لإدارة بايدن التي يبدو أن عليها إثبات أنها إدارة ديمقراطية مختلفة عن إدارة جيمي كارتر أو إدارة باراك أوباما. وأضاف الكاتب أن موقف واشنطن من اقتحام ميليشيا الحوثي السفارة الأمريكية في صنعاء سيكون امتحانا لإدارة بايدن وللرئيس الأمريكي نفسه الذي لم يظهر حتى اليوم أي صفة قيادية تدل على ذلك. طريقة الخروج من أفغانستان تدل على ذلك أكثر طريقة التعامل مع الموضوع اليمني عامة وموضوع السفارة في صنعاء خاصة. إلى صحيفة التايمز البريطانية التي تساءلت عن المستقبل الذي ينتظر ليبيا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر كانون الأول المقبل. فقد ذكرت الصحيفة في تقرير كتبه مراسلها لشؤون الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر أن مساعي مجموعة من وصفهم بالفاسدين والمجرمين الباحثين عن السلطة قد تدفع ليبيا التي مزقتها الحرب إلى منعطف دراماتيكي في مسيرتها نحو أو درامي في مسيرتها نحو تحقيق الاستقرار والسلام. يبدأ الكاتب باستعراض أبرز المرشحين وهو سيف الإسلام القذافي الذي وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية عريضة اتهام بارتكاب جرائم حرب ومنعته مؤخرا لجنة الانتخابات من الترشح للرئاسة. ويشير الكاتب إلى أن مساعي سيف الإسلام إلى اغتنام الحنين الشعبي نحو الاستقرار النسبي خلال فترة حكم والده التي امتدت 40 عاما لا سيما بين جموع الناخبين الشباب الذين لا يتذكرون سوى القليل قد انتهت الآن. ويقول الكاتب إنه على الرغم من ذلك فإن المرشحين الرئيسيين الذين بقوا في الساحة الديمقراطية الجديدة في ليبيا بالكاد يثيرون شهية الناخبين، فالجنرال خليفة حفتر متهم بارتكاب جرائم حرب في الصراع الذي مزق ليبيا في السنوات السبع الماضية. ثم يشير الكاتب إلى مرشح آخر هو عقيل صالح رئيس مجلس النواب الذي يخضع لعقوبات أمريكية بتهمة تقويضه السلام والأمن والاستقرار. ويقول الكاتب إن التسوية السياسية التي قادتها الأمم المتحدة ومهدت الطريق لإجراء انتخابات استبعدت على وجه التحديد القادة الذين يشغلون مناصب مؤقتة من الترشح لشغل مناصب دائمة، وهو ما تجاهلته لجنة الانتخابات، الأمر الذي أثار غضب المفاوضين الذين وضعوا اتفاق شباط بشق الأنفس واعتقدوا أن ثمة بارقة أمل كي تضع ليبيا قدمها على طريق السلام. وبحسب محرر الصحيفة البريطانية تايمز فإن الإخفاق في المضي قدما في الانتخابات التي يطالب بها بعضهم قد يؤدي إلى عودة العنف، بيد أن رفض المرشحين قبول النتيجة هو أمر غير مستبعد بالنظر إلى جيوشهم الخاصة ودعم المرتزقة الأجانب المتنافسين، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ما هو أسوأ. من أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، استقبل مريض بريطاني 40 العمر يدعى ستيف فاريز استقبل أول عين اصطناعية مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم. فقد خضع هذا المريض لذلك التدخل يوم الخميس الماضي في مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن. ذكر بيان صحفي لخدمة الصحة العامة في المملكة المتحدة أن العين الاصطناعية صممت لتبدو أكثر واقعية من العيون الاصطناعية المصنوعة من مادة الإكليك التقليدية، إذ أن الطباعة بهذا الأسلوب تقلل بشكل كثير أو تقلل كثيرا من وقت انتظار الطرف الاصطناعي الجديد. ففي السابق يجب على المريض أن يخضع لتدخل جراحي يستغرق ساعتين لتهيئة محجر العين وأخذ قياسات العين الجديدة. وباستخدام طريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد الجديدة يختصر وقت الإجراء إلى 30 دقيقة فحسب. وقال المريض البريطاني أنه كان يرتدي عينا صناعية منذ أن كان في 20 من عمره وأن العين الجديدة تبدو رائعة.
قبل الختام مشاهدينا الكرام نقع مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صداق لام جديد من الرافدين في رعاية الله.